إذن بدأ الهجوم، ردة الفعل عند الأنصار الشيوعيين كيف كانت؟ طبعا احنا انا ما يعني كل الفصائل حسب لاحقا يعني عرفت من بعض من اصدقاء، يعني انا اغلبهم يعني بشتاشان اعرفهم بحكم يعني ارتباطات سابقه تنظيميه او عسكريه او سياسيه او يعني كحزب واحد. بس على الصعيد يعني الموقع مالتنا مثلا يعني احنا بدينا نتهيئ يعني وعندنا يسموها مرابات انه نطلع لحمايه الموقع مالتنا اللي هو موقع متقدم لحماية المكتب العسكري والمكتب السياسي فكنا نطلع مرابات. هاي استمرت العملية هاي في كل أحزاب القيادة متنعمة والقواعد تحمي وتستشهد طبعاً. وتضحي بالضبط. والقيادة نائمة أو متنعمة نائمة. لا أنا كنت أصور الحزب الشيوعي ربما لا تكون لأنه الفوارق الطبقية هو يدعو إلى إلغاء الفوارق الطبقية في المجتمع، فكيف يخلق فوارق طبقية داخل الحزب؟ يعني شوف دكتور احنا مو هذا يراد الحلقه اخرى. لا 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 نتحدث يعني لازم ايه ان نستغرب الاحزاب الايديولوجيه ممكن انا يعني اشاره بعيده يعني بعيده عن الموضوع. الاحزاب الايديولوجيه ألهت الحزب فوق الوطن فوق الشعب فوق الامه، يعني الانسان اصبح في المرتبه الاخيره الدنيا حتى معايير الشرف. وهي يعني انت هسه في اي بلد ديمقراطي انت تتخلى عن حزبك ما حد يحكي وياك عادي، يعني انت تنتقل من حزب الى حزب. التنقل الفكري والايديولوجي والسياسي بالبلدان الحره عادي، ينظرون لها ظاهره صحيه احيانا ونظره صحيه بالضبط على انه انت ديناميكي تجديد متجدد سواء انتقلت خطا او صح. هو ظاهره انه بالشرق يسموها انتهازيه، مو بس انتهازيه وانما انت مدان اخلاقيا ومرتد واجتماعيا فالعمليه بالاحزاب الايديولوجيه انه الها والحزب فوق اي شيء اخر، فوق الانسان فوق الشعب فوق الوطن. فكيف انت تريدني تريد المساواه؟ طيب انتم كنتم ترابون في المناطق المحيطه بالمعسكر او بشتاشان تحسبا لاي هجوم او لاي عدو يعني ياتي، عندما حدث وقع الهجوم كيف كانت رده الفعل؟ طبعا احنا بالنسبه لنا هي يعني بغض النظر انا يعني بذاك الوقت بصراحه اكو يعني مقدمات لها، انا كنت في موقع اخر وصار ادخلي بالموضوع ايه صار عندي موقف من الحزب وموقف ادخلي بالموضوع بجانب العسكري خلينا لكن اي لكن انا يعني بالنسبه لي هذا اصدقائي او رفاقي ويعني ناسي. فمن ناحية العسكرية طبعا احنا توجهنا للمواقع الأمامية. انا اتذكر يعني من الناس اللي كانوا وياي بالفصيل هو احد اعضاء قيادة الحزب الحالية جاسم الحلفي مثلا، فكانت بيناتنا علاقة مشتركة وأوامر مشتركة. حمل البندقية جاسم؟ طبعا هو كان رجل مثلي يعني نفس ما كان قيادي؟ لا ما كان قيادي، كان عامل فصيلنا احنا 20 واحد ما عنده يعني. طيب يعني 150 مقابل 2000 كيف صمتتم؟ أو كم صمتتم؟ هو هاي الموضوع البطولي في بشتاشان الأولى، مو يعني أكو بشتاشان الثانية. لا خلينا في الأولى. في الأولى هذا الموضوع هو يأرق كثير من القيادات العسكرية والحزبية بالحزب، يعني ممكن لاحقا نتحدث عنه. إحنا قدرنا أنه يعني أنا أتحدث لك عن مجموعتي، إحنا كنا مجموعة يعني هذا يمكن يسمعني جاسم الحلفي وهذا. استلمت امر انه اصعد الى فدربية، انا مو يعني كنت وقتها عضو بالفصيل عضو جديد على فصيل اللي يقوده جسم الحافي وهو يتكون من 20 واحد او فاعطاني امر قال لي رفيق هاي وياك مجموعه انت تقودهم لان هو يعرف انه انا كنت بيش مركز سابق يعني عنده خبره بسيطه. فرحنا الى مجموعه الى ربية يعني او قمه، هاي القمه استراتيجيه يعني ممكن أن قوات الاتحاد الوطني هو طريق تبليط يعني إذا سقطت هاي القمة يعني ممكن يسللون إلى بشتاشان يعني إلى مواقعنا القيادية. فإحنا رحنا مجموعة يعني 7 أو 8 من ضمن وحدة الرفيقات اللي هي كانت زوجتي. فبقينا ندافع من الساعة 4 الصبح إلى الساعة 3 عدة مرات. الساعة 3 العصر؟ 3 العصر ندافع طبعا هم بالمئات وإحنا 7 نفرات أو 8 هم يريدون يجون من الشارع يعني شلون وادي يريدون يخترقوه. ذيك اللحظة اللي تقاتلون بها عرفتوا عدوكم لو ما عرفتوه؟ طبعا
طبعا عرفته عرفنا انه هذا الاتحاد الوطني، لان اولا الملابس اللي لبسوها وطبيعه التقنيات اللي استخدموها وضحت ان الاتحاد الوطني، بس هذا موقف تعبوي ومتاخر انا اعتبره، لان احنا ما كنا معبئين بشكل جيد انه عدونا الاتحاد الوطني وممكن يهاجم مقراتنا القياديه، ممكن اكو مشاكل بعيده، بس اما يهاجم مقر قياده كانت صورة يعني احنا ما نستلميها بشكل جيد وواضح. وقدرتوا تحمون الموقع او المقر اللي شفتوا انتم مجموعه يعني 9 او 10 قدرتوا تحمون المكان او الهدف؟ اي قدرنا نحمي، ودرجة أمة حاولوا عده مرات للهجوم. كان شنو اسلحتكم انتم؟ رشاشات خفيفه؟ احنا رشاشات خفيفه يعني هم ار بي جي عندهم، هم كل الاسلحه عندهم ار بي جيات. طبعا انا اتذكر يعني ورانا اشجار، كانت الاشجار جردت من الورق بسبب من النار، من النار يعني. فما معنى احنا كنا مجموعة بسيطة، اذا كنا نضرب بعض الطلقات هم يجاوبوننا بسيل من الطلقات. فيعني العملية غير متكافئة تماما. هل وقع شهداء بين مجموعتكم؟ لا، لان احنا كنا موقع متحصن قمة، وهم كانوا اوقعتم فيهم خسائر؟ طبعا حسب ما هم تحدثوا لاحقا انه عندهم خسائر، بس انت دكتور بالحروب الجبليه من الصعب ان تعرف ايش قد الطرف الاخر عنده خسائر اذا انت ما مو انت المهاجم وانت المنتصر. طيب الساعه 3 صمتوا بعدها؟ احنا صمدنا طبعا، هاي يمكن قبلها يوم يومين ايضا اكو مناوشات وغير معروفه يعني، وعندنا اجى الساعه يعني حوالي الساعه 4 5 ما اعرف بالضبط المساء، اجى احد الرفاق اللي هو يعني اليوم لازم اذكره يعني بالاسم، صباح المندلاوي اللي هو الان زوج الدكتوره خيال الجواهري. طبعا اجى متعب يعني، هو كان معانا ممثل هو ومثل. اجى متعب قال انتم 3 مرات ترفضون، هسه دزوني جماعه بالفصيل والمكتب العسكري يقول لازم تنسحبون. يا وين ننسحب؟ قال تنسحبون للفصيل نفسه، لان يعني احنا طلعنا الى فصيل يعني الى ربيعه متقدمه يعني على مدى قلب لك الصوره. فانا من شفت العمليه جديه وهاي قلت لفاقنا يا بابا انسحبوا ماكو غيرها يعني، ما طول هسه الحزب بمصر يعني اذا عندهم فكره اخرى. الصور احنا وصلنا الى فصيلنا، اكو فصيل يسموه فصيل المتفجرات يعني يبعد عن هذا الفصيل اللي انا بيه فالدقيقتين يعني بالمشي دقيقتين ثلاثة نفس الوادي. هو أنا دخلت الاتحاد الوطني دخله بذاك الفصيل،